حماده، شفت ازاي القصور الفني في نادي الزمالك؟ ايه اللي كان ينقص نادي الزمالك عشان يسجل؟ بص، انا كلمت قبل المباراه في الاستوديو قلت لك تشكيل نادي الزمالك هو هجومي، لكن خط وسط نادي الزمالك كان قلقني. قلت لك ليه؟ لان كان دونجا لوحده هو الرقم 6، اوباما وعبد الله السعيد اتنين بيلعبوا رقم 10 او 8، فبرضه كان يعني رغم كده كنت مستحوذ، بس ما عندكش عندك الكثافه اللي انت تقدر تعمل انضباط كويس قوي، خاصه مع الهجمات المرتده اللي ممكن تتعمل عليك زي الشوط الثاني الهجمات اللي اتعملت. انا شايف ان كتر اللعيبه المهاريه في نادي الزمالك ممكن تكون سلبيه وليس ايجابيه لنادي الزمالك. النهارده عشان نتكلم بصراحه، النهارده اصلا النادي الاهلي اكتر اتنين مهارين فيه اللي هم جابوا الهدفين، خلينا نتكلم بصراحه، امام عاشور وقفشه، لكن اللعيبه الثانيه كلها مقاتله في نص الملعب، بتقاتل بتدافع عاملين انضباط كويس حتى لو هم مش في احسن حالاتهم، لكن انت عندك لعيبه مهاريه كتير قوي في نص الملعب وما استفدتش منهم، وفي المهاجمين وما استفدتش منهم. طب ما انا لا، انا اعمل انضباط كويس لنص الملعب بتاعي، يعني اذا كان لازم دونجا يلعب اي حد جنبه رقم 8. كنت شايف شكل التشكيل ازاي يا كابتن؟ كنت شايف كده، ما انا قلت لك انا شايف دونجا كان مين بدل من اللعيبه بتاعت نص الملعب؟ ما انا قلت لك من البدايه ممكن محمد شحاته بقى، ممكن رؤى في الماتشات، ممكن رؤى في الماتشات دي برضه يبقى ليه دور، ان هو مش لعيب تكتيكي اللي هو يعمل لك انضباط، لكن كتر اللعيبه المهاريه فاهم ازاي؟ خاصه لما اللعيبه يبقى كبار في السن شويه، فدي بتعمل ارهاق لخط الدفاع وخط النص. يعني كنت افضل طبعا، قلت لعبد الله السعيد او ناصر، واحد ناصر ماهر واحد منهم يبدا يعني، طبعا بدا عبد الله بعد كده نزل ناصر، برده ناصر ما كانش وحش، بس كان لازم يبقى حد جنب دونجا في نص الملعب رغم ان احنا استحوذنا. فاللعيبه المهاريه ساعات الكتيره ممكن ما تفيدكش، بل تبقى عائق عليك، لان البدني عنده قليل، البدني بيبقى عنده قليل، هو مع الكوره لعيب كويس وبيسلم وبيستلم، لكن في النواحي الدفاعيه او التكتيكيه بيبقى في بعض القصور او العيوب. وكره القدم يا احمد لازم تبقى حاسب لها، لازم مدير فني بيبقى عامل حساباته. يعني احنا اول ما كولر عمل ثلاث تغييرات قلنا الاهلي هيبقى في شكل، ليه؟ في قفشه نزل، في مروان عطيه، في عمر كمال عبد الواحد، فبيعمل تنشيط. لكن انا مثلا التغييرات اللي اتعملت في نادي الزمالك النهارده ما استفدتش بيها الا باستثناء ناصر ماهر، هو اللي حسيت ليه وجود شويه ودور، حسيت ان هو برضك لعيب كويس ولعيب تقيل. لكن انت في المجمل لازم المباراه دي زي سيناريو حوار اخراج، لازم تكون مجهز كل حاجه. هو الراجل انا مش هقدر الوم مستر جوميزر في الناحيه دي، قال لي انا لا عايز 2 6، 1 6، 1 8، وعندي عبد الله السعيد ابدا بيه كويس ماشي، ناصر ماهر ابدا بيه كويس ماشي، عندي مثلا اوباما ابدا بيه 3، لكن 3 دول هم بيلعبوا رقم 10، لكن ما ابداش باثنين منهم رقم 10 8، او ده 8 وده 10، مش هتقدر. فده القصور اللي هو كان من مستر جوميز، لكن هو برده النهارده ادى اداء كويس، واللعيبه ما كانش فيه يعني ايه نعم التوفيق شويه ما استغلناش في وقت من الاوقات. ما تكون كويس لازم تستغل الفترات اللي انت كويس فيها عشان تكسب، ما هتجيلك فرصه واثنين وثلاثه وانت ماسك الشوط الثاني والجيم كله. الانهيار حصل لنادي الزمالك في الدقيقه 80 من لحظه تسجيل الهدف بتاع امام عاشور، وبعد كده الجول الثاني كان خطا اعتقد من المسلوسي، اتردت مروان عطيه حطها لامام، امام برؤيه كويسه اللي حطها لقفشه، ده برده عدم تركيز وعدم انضباط. لكن انا شايف ان نادي الزمالك هيبقى كويس الفترات الجايه، بس مش كل اللعيبه المهريه تبدا بيهم، مش كل اللعيبه اللي انت اشتريتها، مش شرط انت ممكن تكون جايب لعيبه ممكن يكون عندك افضل. فدي نصيحتي لمستر جوميز. شفت ازاي التغييرات؟ يعني يمكن تغييرات جوميز، يمكن ناصر منسي الوحيد اللي بان، ناصر ماهر، ناصر ماهر اللي بان بشكل اكبر، ولكن في مجموعه من اللعيبه زي نص لعيبه نص الملعب اللي بيتكلم عليهم كابتن حماده، عبد الله سعيد ظلم النهارده؟ مش لان مطلوب ظلم منه ادوار دفاعيه. هو عبد الله احنا عارفين هو بيلعب 10، لكن في الفتره الاخيره ممكن بيشتغل 8، اشتغلها 6، يعني هو مؤدي مش وحش، يعني هو مش سبب في، لا اكيد عملها، بس هو ظلم في حته ال، هو مظلوم لان انا عايز استفيد من عبد الله في الحته اللي قدام. صحيح، لان هو هو عنده رؤيه رهيبه عبد الله السعيد يعني، فانا لازم استغله في الحته اللي قدام. لكن حته التغييرات، ناصر ماهر نزل عمل شو كويس وشغل كويس، لكن ما انا مش انا مش هحط لعيبه برضه تعمل لي عرض، انا مش لا، هو صنع فرص على فكره، يعني ناصر ماهر صنع، فاهم؟ لا انا بتكلم بوجه عام، اللي هو انا عايز بقى يعني الشو او العرض ده بايجابيه على الجون، لازم يبقى فيه ايجابيه.
الايجابيه رحنا على الجون وعملنا ايجابيه لكن ضيعنا عشان التمركز الهجومي والعمق الهجومي ما كانش موجود. العمق الهجومي ما كانش موجود. لو جيت بصيت انت لو الكوره مع شلبي المفروض الشوط الاولاني مثلا زيزو يكمل راس حربه. ما فيش، ما كانش بيكمل، كان بينزل نص ملعب. ما ده كسور فني. الكوره مع زيزو المفروض شلبي يكمل راس حربه تاني، ما كانش بيحصل. فتحركات معينه انا اشتغل صح والتوفيق بتاع ربنا. لكن انا مش طول الوقت ال 18 في ناصر منسي بس اللي في ال 18 لوحده بس. لكن اللعيبه ادت واللعيبه يعني عملت شكل كويس، بس الحته الفنيه يعني حته فنيه في التكتيك والتحركات في العمق الهجومي بالذات. العمق الهجومي احنا بنفتقد النقطه دي، لان احنا يعني مفروض راس حربه لو كره من عند شلبي يبقى زيزو مثلا وناصر واوبام، يبقى ثلاثه في ال 18 زيزو شلبي. لكن ده ما كانش بيحصل. حصل كام مره في الشوط الاولاني لكن بعد كده ما حصلش. بعد كده ما حصلش الشوط الثاني خالص. مع كل ده شكلنا كويس وحلو وبنلعب كوره واستحواذ وجميل. طب ده هنفترض دخل فيها جون، طب ما هو لسه بدري. انت انهارت ليه تماما كده؟ ما تسنطر وتبدا تشتغل وتروح، لسه في 10 دقائق غير الوقت الضايع. درس نتعلمه، درس كبير نتعلمه سواء للجهاز الفني واللعيبه. واتمنى يبقى في وقفه يعني في الحتت سواء فنيه او في حته الاستسلام ده يعني، واضاعه الفرص والشغل الفني. اللي جاي ان شاء الله هيبقى كويس ان شاء الله. لكن عايز اتعلم حاجه، ان انا مش لازم العب كويس عشان اكسب. مش لازم العب كويس عشان اكسب، انا ممكن ادي واكسب زي ما حصل مع الفرقه المنافسه، وده اللي حصل. ما لعبوش خالص وجاب في الجونين.